انا في البدايه خالص انا عندي ارض زراعيه، والدي عنده ارض زراعيه في القريه وانا بزرع في الارض. وبعدين سمعت ان فيه واحده سويسريه اسمها ايفلين بوري عايزه اولاد وتعلمهم. في البدايه بنعمل بيدونا طينه ونبتدي نشكل حاجات بايدينا، نعمل جرار، نعمل حيوان، حاجات كلها هاند ميد يعني. فالموضوع عجبني فانا كملت في الشغلانه دي. كان عندي 11 سنه اول شغل عملته، وعملت حيوان حاجات صغيره كده، واول قطعه من عندي دخلت الفرن او بطنتها. البطانه ده نوع من الطينه. انا كنت سعيد جدا بالشغل ده. بعد كده الموضوع ابتدى يكبر، ابتدينا نعمل معارض، ابتدينا نعمل معارض في مصر ومعارض خارج مصر. عملنا مهرجان اسمه مهرجان قريه تونس للفخار والحرف اليدويه. انا بشتغل هنا في المدرسه بقالي 18 سنه وبعمل شغل هاند ميد. في البدايه بعمل حاجات بايدي، ودخلت في سكه النحت الخزفي. ابتديت اطور من شغلي، ابتديت اطور من الحرفه ديت. في بدايه شغلنا في المدرسه هنا كان بيجي ناس فنانين من اوروبا عامه، وبيقعدوا هنا شهرين 3 شهور. كانوا بيبقى في تبادل ما بيننا، بنعمل معارض بره. وانا سافرت في، كان عندنا معرض في فرنسا في مدينه ليون، واشتغلت هناك شويه وخدوا الشغل بتاعي. هما بيحبوا الرسومات البسيطه، بيحبوا النخله، بيحبوا الحيوانات، بيحبوا العصفوره، بيحبوا الطبيعه جدا. يعني احنا مختلفين، الثقافه كمان مختلفه تماما. هما بيحبوا شغلنا قوي عشان احنا شغلنا كلنا، مش ما حدش خريج فنون تطبيقيه ولا يعني كلنا بنعمل شغل، كل واحد بيطلع الشغل من جواه بالتلقائيه بتاعته. السيزون بتاعنا بنبتدي بالمهرجان، بنعمله في أول أكتوبر، ده بداية الموسم بتاعنا لحد شهر 5. فيه ناس بتاخد كورسات وفيه ناس بتحب تجرب، إن هي خاصة الأطفال يعني. يعني بالنسبة للمشاكل اللي بتقابلنا في القرية هنا، كل حاجة بتغلى علينا. فإحنا عايزين يكون في مصنع في القرية هنا عشان يوفر لنا الطينة ويوفر لنا الخامات اللي إحنا بنشتغل بيها. وانا حابب ان انا اعيش في القريه هنا، انا بحب القريه جدا وعايز اكون عندي ورشتي في القريه واعمل شغلي. وبعدين الشغل بتاعي ده اشترك بيه في معارض في مصر وخارج مصر.